أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فهنا كنا حجرنا للوغ أمام مقدمة كتاب كأن القرآن الكريم كأه قيضا أيان سوق عدمي ومركزي حروف القرآن أيوه قدام بيسي وأن هل كان ينكجلنا عشر كأن كوية صبانات وكميلا مقدمة كتاب القرآن كأه في تقسيم الصور باعتبار الناسخ والمنسوخ صورة ده طيب هو ده مركي الله فيريو ناسخة هي منسوخة كجرة أنا وحوي حالة قولة صورة ده قرآنك وناسخة هي منسوخة إسكالة أيان مارسية طيب هو ده إنوميشن كالجرينة نسخة هدي اللي يلاهدو وحان او تجد دون هذه اللي يدادو سورة البقرة الاحرادة هذا مركز وحساسة كهرم المينو مركز ناسخة ايه منسوخة سوابها ايكو لحجران او انبال لقي هلاي ناسخة ما منسوخ لقي هلاي سورة بها سقيبه ايهين ايانو ماشان كجلينا وحاكلو هذه اللي يدادو انو قدر سنينا مرد بيانو صوصة امي مقدمة تفسير كا لو عشر عين فصو قادمي وانسي جد دونا سورة الفاتحة فتياشي قرآن كمرك الله بالهضاري فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألي سبحانه وتعالى قرآن كمرك دونيس القرديس الشيطان كإلهي كم يند الله يالله سبحانه وتعالى استعاذ الله يمو مرك وحان جل دونا استعاذه وحا ايسا اي احكام تكوت تعلق ايسا مرها دي قرآن لب الله بايو وهلو بهاية اني لا اعود بالله من الشيطان الرجيم هذا نفع تأتي الكتاب لقد الله بايو فالفعادة مركة هدان اصوبه انو سورة بها مركة سناسة فهي منسوخة او كجره وهي نقون ايان افر قيبوب اي نقون ايان وحا مركة سي قيبت اوه رئيس ايسا قسم ليس فيه منسوخ ولا ناسخ بركة قرآن كلا وحالو قيبين يا أفر قيبوت بركة قسم وحوية قسم أو وحوية ناسخ نون كجر منسوخ نون كجر وآيات ونسخي أما وحن نسخ ريان لجهلين لأن قرآن وما يقص صورة دوت وحوية أفرت إيه سدح صورة دوت واي أفرت إيه سدح صورة دوت وقرآن كجره ناسخ نكوم الجره منسوخ نكوم الجره او ايضا وحو ان نسخ نكوم الجره وحو ان نسخ نكوم الجره وحيليه سرسا فضل وحادينا افرسا ايه سد حواي هذه انكر النمرسة سورة الفاتحة سورة يوسف سورة ياسين سورة الحجرات سورة الرحمن سورة الحديد سورة الصف سورة الجمعة سورة التحريم سورة الملك والتوارق سورة الحاقة سورة النور سورة الجن سورة المرسلات سورة النبأ وعمأة سورة النازعات سورة الانفجار سورة المدققين سورة الانشقاق سورة البروج سورة الفجر سورة البلد سورة الشمس سورة الليل سورة الضحى سورة النشرة سورة القلم سورة القدر سورة القيامة سورة الزلزلة سورة العاديات سورة القارعة سورة التكاثر سورة الهمزة سورة الفيل سورة قريش سورة أهيس الذي سورة الماعوي سورة الكوثر سورة النصر وإذا جاء نصر الله سورة التبر سورة الإخلاص سورة الفلق سورة الناس رب الفلق به الناس أفرت إيه سد هذا الصورة دور ليس فيه منسوخ ولا ناسخ منسوخ نكوم الجرو ناسخ نكوم الجرو هل طلبات وهوية
قسم فيه ناسخ ولا منسوخ وقيد مركز او كجره ناسخ ما او كجره منسوخ ما او كجره ناسخ نوال جرا وحنا صحي منسوخ لنا صحنا وكجره سورة ناس مركز ما يقوي لو تنية شمس سورة غضوهي لا أبو رئيسة سورة البقرة سورة البقرة فيه ناسخ ومنسوخ سورة آل عمران سورة النساء سورة المائدة سورة الأنفال سورة التوبة سورة إبراهيم سورة مريم سورة الأنبياء سورة الحج سورة النور سورة القرآن سورة الشعراء سورة الأحزاب سورة السبع سورة المؤمن سورة الشورى سورة الداريات سورة طور سورة المجادلة سورة الواقعة سورة المزمل سورة المدثر سورة التنوير سورة العصر وحوي لباسن يشن سورة ضوي فيه ناسخ ومنسوخ عليه فأنت تدحال اسم فيه منسوخ فقط ليس فيه ناسخ وهوالي طيب او منسوخ لما تخسريها كجرة ناسخ نقوم سورة سورة مركة منسوخة وكجرة أفرت سورة ضوي كو سورة الأنعام سورة الأحزاب سورة يونس سورة هود سورة الرعد سورة الحجر سورة النحل سورة الإسراء سورة الكهف سورة طه سورة المؤمنون سورة النمل سورة القصص سورة العنكبوت سورة الروم سورة اللقمان سورة الإسلامين السيدة سورة فادر سورة الصافات سورة الصاد سورة الزمر سورة الحامين السجدة سورة الزخرف سورة الدخان سورة الجاثية سورة الأحقاف سورة محمد سورة قاف سورة النجم سورة القمر سورة الامتحان سورة الامتحان وارد سورة المعارف سورة القيامة سورة الإنسان هل أتى على الإنسان سورة عبسة سورة الغارق والسماء الغارق سورة الغاشية سورة الطين سورة الكافرون سورة النون أفرت أنك سورة دور فيه منسوخ فقط قال لي منسوخ عليها كجرة ناسخ كمسرة فإنك أفرادو وضمبيت قسم فيه ناسخ فقط وهو يقيد ناسخ خريق وكجرة قرآن صحابة كده من لح سورة ولا كده من واللح ناسخ مثلها كجرة سورة الفتح سورة الحشر سورة المنافقون سورة التغابن سورة الطلاق سورة الأعلى طب حزم ربك الأعلوي سورة مركة وهوية قرآن في مركة في مركة ليرادة في تقسيم السور باعتبار الناسخ والمنسوخ وهي نقول عن أفضل ثلاث طيب وغير نقول عنها سورة مركة وهوية أي نقول عن هذه ليرادة باعتبار الناسخ والمنسوخ سورة أي نقول عنها مركة عبدنا دي إلى هاي إلى هذو أيضا وحي الله بغنوا القرآن في كتا على اللغة وإحنا سيو كوب كرأيسان هين وهذا علوم دار إنجيل حوضاء النار في تنبيه أيام في السوق عبنينا مركة عبد الوحان مركة سيان آلينا استعادنا أيام آلينا حيلا سان روش المي إلهي وصوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بس هذا انت انا هبدا تاسعا انا اهلي وانا كهر مرنينا مبادئ وفن التفسير اسكليه اما شيء فن تفسير لجلاله علمنا هو اسكليه مبادئ اسكليه فالمدن الوحيد هذا ينبغي لكل شارع في فن ان يعرف المبادئ العشرة ليكون على بصيرة فيه وإلا صار كما رتب مبنى عمياء وخبض خبض ناقة عشواء فاسوك له نقنية غير ذلك قبك السأو قدجلا فن وأكوها الظن إنه قرطه مبادئ الطبنك هو فن كاسو اسكلي سوى حوية بطيرة أوسو نارو قف أردت كله هذا هذه كان توضحون نقنية وحوية قف إن الله قف مثلا هو حوية حرف ديك
أما هو مركز هل إن الله قف مركز إذا ولا شقر صغير هذا مركز وهو نقول يا قف مركز أما قف إن الله أيوه غير أش إيقا وأيوه نهي قف إن الله كاهو جاملة ليش إسئل له جاملة هي مركز إذا قلت كيه بهلو كهدا هي مركز وهو يقولوا إسكالية هي تفسير كفرون أيوه إسكالية هي وهو إسكالية تفسير حد أيوه إسكالية حد الغضاء حد كيس الغضاء ها تفسير لإبادة قبل إنسان تفسير عن لحين لغد هروح عرفت وحا تفسير لإجري الكشف والبيان يا إجري كشف وحلا كشفي والله عبدالي إصلاح نوع هوي علماتي ما كان في إسلام كأكل شيء علم يعرف به معاني كلام الله بحسب الطاقة البشرية وعلم ألغو قرن عيه كلام إلهي معنيه كألغو قرن عيه على قدر بشري ده هو بني آدم تبع ودير انتهيت هاي القرآن كاتوها عن كفة امتنهي وإن فهدب ده قدر بشر إلو فهم سنة الوكلة تسعي هايو وضعون في إلهي سبحانه وتعالى وقبلي هو اسكالي يا مركة فيه فنون في تكاملة مدى أمام مبادئ إيسا توانكا موضوع إيسا موضوع القرآن فوقان الله يوحوي آيات القرآن من حيث فهم معانيها آيات القرآن كا أيضاً معاني ذلك اللي فهمه أيضاً موضوع عيسوية وعليه هذا التفسير كان أخينا إنه معاني القرآن كأنه عائليها نفاناً دونينا ثمار فيه سنوى على الولى سائليه ثمار أيه ليه وعوية معرفة كلام الله تعالى إله كلام فيه سؤال الله قرتوه معرفة معاني كلمات الله تعالى إله كلمات فيه معاني ذلك سؤال الله قرتوه على الوجه الأجمل وجه كامل الوضع هو سليه القرآن كفضله قد القرآن كوهوية فوقانه على سائر العلوم علوم تقمعان تبا ايو قرآن فصفة اياه قد القرآن في ساه وعطان الصومر جرني مقدمة ده طبع القرآن مرسى ايو قناه جرني حديث رسولك عليه الصلاة والسلام وضعي وفضل كلام الله تعالى كفضل على ابناكم وضعي اما كفضل الله على خلقه الى الكلام فيه سوء سائر الكلام وفضل بدنيها وفضل اليه خلقه وفضل بدنيه مركة قرآن كوهو كثر هيا طائر العلوم هذا لأنه أصل العلوم الشرعية أصل علوم تقول الشرعية ذا أيو أصل إيه قرآن نسبة أيو إسكالية وهو نسبة ليسه علوم تقمعان تر أيو مالو القوة غترة علوم تقمعان تر وهو مال كثة قرآن كأيالا قطعته مال كثة وهو قرآن كثام كيس أيالا الهلاية وقال عيسى مرتا في هذه تفسيرته أرى تكون في العلم قد علم وقصبنا عليه دي إلهي لا بسورة على أمام في دونا لقب الله رسولك عليه الصلاة والسلام وقت عيسى إلى الآن داوي على تحقيق مرت الإله سيد إلهي أرد يسوع ديو ورى تكون في العلم يقولون إلى آخر الآية مرتا بإسم أليو إسكالية إسم جيسى وحيدة علم تفسير على بها ما لغا سوقا فأيو ليها يوحا لغا سوقا في تفسيرك من الكتاب والسنة والآثار وكلام الفصحاء من العرب العربان وحا لغا سوقا في كتابك هي السنة هي آثارك هي كلامك عرفت الفصحاء هي غير عرب نمر غلاشة حكم كيس وحوالي وجوب الكفائي فرلو كفائي تفسيرك إن دفت بعض لكمير أي يقانين لا بد وايد فرلوي هذه دفتر أن تفسير في إسان أفوني هو تفسير كما سأسل غسره وإلى الدنبابية فرلو كفاية وحالي إلى الشيء هذه دفتر بعض الكاميرا أو سمية تقدر حرج عن الباطنة وإنت كان أن تهدمه وقناعي لكن عدقى بسه الدين لوي دفتر لما أسمال جميعي نقناه دفتر لأني دنباباني نقناه مسائل أيو ذي مسائل شيش وعوي صلى الله من حيث الأمر والنهي والموعظة إلى غير ذلك على ذا القرآن أو كهذا يو وحق أمرك أو وحنا فرعي وحنا قلنا ذا هي ذا يو موعدة إيه وحياة بلنا لسوكو بسري ذا يو أيو إسكالي هاي ذا يو ذا مركاتي قرآن كمركاتي لقد دون هاي معي ساي والفوز بسعادة الداري إيه لقول لي بانه لبدا الدارود لقول لي بانه وي سعادة الداري إلا هلو سعادة الداري إلا هي نغفتي الدنيا مركز مركز لها سعادة أدوية وصفيرة الأولى من حيث
فبامتثال الاوامر واجتناب النواهي وهوي ان اوامر الهي لفرطومه والهي هيبنا لقهر القران وانا اوفر وانا اوفر مدى اخر مركي الى هذا فبالجنة ومن نعينها وجنة رئي النعمة هذا واي على الحديث كان صومر جرني قال القرآن تواسو ليه اقنى واحتقي ورسل كما كنت ترسل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها مركا هذا انت تبدأ هو قبع عن الرد وتفسير وحانا مركا استساه روش يعني أن نقول جرينا انت أنا مركا استساه داري كرينه استعادة استعادة مركا وهي اسكلاده المباحث بغن اي اسكلاده مركا اوه ريسوا حوالي اللفت لغابة لفت لغابة ومركي استعادة للا إمانا أو لعود بالليسان فهي الله قطع فالمختار في لفظها عند الجمهور أعود بالله من الشيطان الرجيم استعادة سيد الله الدوستي جمهور تعلم له وحوالي إلا يلاد مركي لعود بالليسان أعود بالله من الشيطان الرجيم إلا يلاد هذا لو حيوة فقم فيتاس إلهي قول كيسة وألا أولاي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلكي أدوني في القرآن كالذيبيسة إلهي سبحانه وتعالى كم ذنب الشيطان الرجيم ثلاث نوع حاطه إمام أبو حنيفة إمام الشافعي والله لقاه إن لإله دعيان لدونا يدهن إمام أحمد بن حنبل وحوله وحاها بون إن قفك إلهي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الله وهنا وضعه يوضعه خوف من الله آيات دفن هي آيات كلام تضعها فاستعذ بالله إنه سميع عليم لبدا اسمك في جمعا بلا الآيتين أيا لك وهو إمام الثوري إمام الأوزاء وعيدادين واهب ونقف منه إلاده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم فاسمي إلاده وهو نتاطي به لكن هذا لك الجمهور هو فرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو آية حديث كلا دوري عبد الله بن مسعود والله قال ما قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم مركا صنده هو دوري يا ابن أم عبد نوده وذي سأل إذر أم عبد الله جري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تاخده هذا عبد الله بن مسعود وهكذا هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده. هكذا أقعني جهيل عن اللوح عن القلم يوم سدى سيعني الجهيل يقول أخي الله في المحفوظ كما كاسو إذا أخي قلم كاسو أسال وقرة قلم كاسو أمارك يا وقرة مقاديس إلهي دي إلهي هذا قلم كاسو أسال دونه فرصدفر إن شاء الله تعالى من كلا نجارسيه مدى الله بعض حوالي حوم كذا معناها استعادة حوم كذا مثوية حوم كذا وحوية جمهورة وعيش سوا فطيهم استعادة إن السماء يساسي الصلاة الصلاة الإحلال أو صلاة مرك فاتحة بالعبس فعكست فعلوا بهاني إلى سياهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة لكن هذه حوية أوصان لهم ثلاثيس جاي ميسف لو تركها لم تطور ثلاث هذه أو كثرة ثلاثيس مجيويس سواء تركها عمدا او سهوا اما هو يكف وغته اما سهوه وغته افضل القران كهو القران كافاين اسماء وحال وصلنا اياه ثلاثه مركز كخارج كذا اسال لبس الكيس التعود من لي مال والقران هذا مثلا بدون ايتاء وانا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسئله كذا اله الا سبحانه وتعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وابه وخصوصا تفسير كقرطبه نقاش وحال لغسو لغا 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 شهدي او استغنى حباء ابن ابي رباح وكقاتي استعادة واجب اي ايو دهي حباء ابن ابي رباح في صدر كل آية في الصلاة وغيرها آيات كتب الله وغيره ابن سياسي اعوذ بالله من الشيطان الدين ليلاله صلاة وغير سيده لكن اريد التضبط لسعوله سبقا سود جلوه بحيرة آيات كتب أخيص الله ذات اعوذ بالله من الشيطان الدين لا ما تكتب ليس اسمع كذا لنا يمر الأيام كذا وليس ما كذا لنا وهي علماء السوق الآخرين اتعاد أو صلاة الإحلابة وهذا ابن سيرين هو يعجروي إيه إمام نخعي إيه ضبك لانتون يتعودون في الصلاة في كل فجعة في الإلهي
فعكست ثلاثة تعود الله إيمانيا وأمرك قبل القراءة فأطهر أنت وصم بالله أي الله إيمانيا تعود الله إيمانيا وإن قبت وإن ترتمى قبت إلهي أمرك إلهي استعادة على العموم هو إن مركز قرآن ما بين بالعبايان إن مركز تعود إلي ماذا إمام أبو حنيفة إمام الشافعي أيه مركز يتعودان في الركعة الأولى من الصلاة وهواية لهم بعض البعض أو مركز قول القديم إمام الشافعي وهي لكن إمام الشافعي هو قضاء أنها عكست مركز تعود كالليل ماذا لكن وحي مركز أيه مركز أي قوان قلت وحي لذين وحا أشرف فيئة هذه ما بيلا يستعمل السجن هذا القوضة ومركز أي مؤكد أي فيقة فرعة الأولى فعاد الكوبان مؤكد واحد فقعات كلام طبنا إن مركز للي ماذا أيضا مركز واف ومارسيا ولوبة هاي هايو ومارسيا الله صنايا فاسم الهدي إمام المالك أستغى وحوي تعود أستغى مركز مهئي هاي هايو فراد فرلك أعوذ بالله من أشهر بعض الدين لما قهر إليه لكن أستغى حوق الله قيام مصمى الله مركز هاي أو مركز رحم الله أنت مركز ثلاثة ليلك أما ثلاثة أو مارسي تراويح له وحال رأي ما هو ليه مركز بعد القراءة لرأي ما هو ليه فهذا سبع لي على رأي مانا أما فاتح الله من يسمع لي أي أعوذ بالله ما شاء الله نجينا لي تاتي تفريق خازنك وحاقصرا دليل أه أو مركز وحوليها واجب ومشاكي والاستعاد والواجب لي محايا لأمر كان وفاستعد بالله حياء في الوجوب فطوفنا عليه الصلاة والسلام تعود ثواب دائم لي مركز واجب ونقرنا يا لكن ترى جمهور سيدي قوان صلى الله عليه وسلم رأي واجب معه دليل كجمهور سيدي وعوية النبو عليه الصلاة والسلام منك أعهاد جاهي هو صلاة حميها النبو عليه الصلاة والسلام استعادة مبر لكن حوية صلاة انت يا سلام صد أيوه براي هذا هو حال إلى هذا وتأخير البيان عن وقت غير جائز نيتهن عمره بيان إن جب الله ووقت صلى الله عليه وسلم غير جائز من كافنا نبو عليه السلام استعارة مؤسسا براي وإن هو جواب الجمهور هذا كان فاستحيد أما كافة معنيه توعوي عند الجماهير العلماء إذا أرسل قراءة قراءة مرسى دوني فاستحيد أي دهين وهو حوي إذا قمتم إلى الصلاة فاقتلوه فراد مركز الدون إنسان إن أبوك إنسان تقتلوا معناه إذا أردتم القيامة إلى الصلاة ومرحنا لك مور فراد مركز أبوك إنسان كبعدي وغيث معنومة نبي عليه السلام دا إنجيسا نبهو جوارين فتوف عليه السلام أشياء فربضان أيو نبو دائمي وأفعال الصلاة وأن واجب أهلي أيو نبو دائمي جسال لي وعبضان أو نبو عليه السلام دائمي إلا جرى أو مركز سوى أجل معنا هنا وصلاة كجرة فيها تدميرات الانتقالات وتصليحات في الصلاة تدميرون في الوقع يقول الوهو قوعة الوسو جودة الله أكبر الله أكبر ليه تصليحات مرأة هو أجل معنا تعود كنوات كذا صوتا ينتظرون علماء أهل العلم قالوا نوحي يكون إجماعا تعود كمركز ليس من القرآن ولا آية منه أعوذ بالله من أشهر بأن الرجيم دعنا قرآن كمد معنا آية كمد معنا هو هذا السدحات فهوي مكاسي وقت غير تعود الله إيمانيا وقت غير وحوي قبل القراءة والقراءة إن كان الله إيماني هي عند الجمهور تعود الله إيمانيا فلا بها أمو صلاة خارج كير أنا وطبنان كير هذا الإسكوة فقطين أتي شيء إمام نخع يركل أنت وقوض ظاهر سعاية قبل توحيد هذين بعد القراءة قراءة تبعدي أي الله إيمانيا إن شاء الله تعالى سورة نعلم مرغان جاهرنا وفسي جيدونا محايرة إلهي يقول في تدائر في سالة قبائدهم فإذا قرأت القرآن قرأت ثلاث معناه وحويه مكاسي وأمالي إليه قرآن كمكار أخرسال لقول عيدهم كذا ذا اللي وديها فلتعيد الله وعلى قول إذا فرصت من قراءة القرآن فلتعيد الله فلتعيد لقول عيدهم كذا ذا اللي وديها وعملوا مقدرة إليه كافحان قال يسوي داود داهر يا قول ولا داهلية لا لما هو يقول مد كميرا او المصيرين اليها نفاق وي فقال ما كان دواء جمهورته وحوية الحجيسة هيان
oo markaasi qabla alqiraa inay tahay waxa weeye xadiidka laga wariyey abi saciid buu ku yiri oo waxa uu dhahay kaana nabiyu sal allahu caleyhi wasalama idaa qaama ila salaati bileyli kabbara. Rasuulku calayhi salatu wasalaam wuxuu ahay markuu u istaago salaada habeenku waa tabdiisanahay, suma yaquulu wuxuu dhahay subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka ismuka watacaalaa jadduka walaa ilaaha gayruk, suma yaquul haddana wuxuu dhahay laa ilaaha ila allah saddex jeer u dhahay, haddana wuxuu dhahay allahu akbar kabiiran saddex jeer, kabacdi wuxuu dhahay acuudu billahi samiici alcaliim min ashaydaani rajiim, ama acuudu billahi samiici alcaliim min ashaydaani rajiim min hamsihi wanafsihi wanafsihi, saasuu dhihi jeer nabu. Kabacdi markaasi qirada markuu gelaayo ayuu markaasuu qabla alqiraa ayuu acuudu billahi asuu dhihi jira. Nafkan marka waa xadiidkan waa naf oo daliil u ah tacawudku inuu qabla alqiraa uu yahay. Tan afraad waxa weeye xagga macnaheeda, macnaha isticaada waxa waaye luqada waxa weeye alintijaau ila alkhayr, khayr oo la madin gala weeye walictisaamu bihi lagu dhowsado, laakiin sharciga waxa weeye alintijaau ila allah, ilaahay subxaana watacaala oo la madin galo oo lagu siisado, waliltisaaqu bijaanibihi ilaahay subxaana watacaala oo jaanibkiisa laysku dhejiyo, min shari kulli dii sharin wax kasta oo shar qaba shartooda ilaahay laga madin galo. Ibnu kathiir waxa uu dhahay acuudu billahi min ashaydaani rajiim macnaheedu waxa weeye astajiiru bijinaabillahi min ashaydaani rajiimi an yaduranii fii diinii aw diyaari aw yasudunii can ficli maa umirtu bihi aw yaxusunii calaa ficli maa nuhiitu canhu faina shaydaana laa yakufu can alinsaani ila allah subxaanahu watacaala. Waxau dhahay waxaa loola jeedaa ud ibnu kathiir ilaahay ayaan meygelayaa shaydaanka rajiimkaa, waana ka meygelayaa shaydaankaas inuu idhibo ou iga luro diinta uu igu dhibo, diintayda ugu luro, adduunyadayda ugu luro, oo uga jeediyo wixii laysfalay ficilkooda, amase ugu booriyo wixii layga reebo inaan sameeyo. Maxaa yeele shaydaanka insaanka kama reebi karo ilaa alla mooye. Macna acuudu billahi marka waxa weeye altajiu ilayhi waamtanicu bihi mima akshaahu ou astajiiru ou astakiisu min ashaydaani, saas weeye ilaahay ayaan ka nuujayaa oon ka korisalbaaya shaydaanka weeye, min darari shaksi almucrid can raxmati illah. Arrajiimna waxa weeye almatruud waa midka laga buriyo malcuunka ilaahay agtiisaa la dhardiyey iyo malaa'igta iyo dadka dhammaantood, saasaa leeyi. Marka hadda waxa weeye waxaa jirta markaasi xagga ixaabteeda iyo waxyaabo maaragtay waxaa jira mufadaadkeeda iyo tasaariifteeda oo xaggaasi markaasi baawil carabiyada ah, laakiin taartadda wax weyn oo saabka ugama baahnin. hase yeeshee insha allahu tacaala waxaanu sii gudageli doonaa faatixada iyo axkaam ku tacaluqaysa casarkeena dambo, casarkeena markaasi 11aad intaasuu noogu egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.